مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ معكم عبد الله من تيم توست. اليوم راح نكمل نيد فور سبيد موست وونتد. اليوم راح ننافس حتى نطب بالبلاك ليست ويصير لنا هابه شويه، يعني ثقل بالسوق. راح نسابق صاحبنا سوني، اسمه سوني، فيقول لك هذا خطر. راح نسابق، قبل ان نسابقه هنشوف سيارته. شباب مثل ما تشوفون هاي سياره سوني، سيارته فوكس واجن. هاي طبعا هاي السيارات الحلوة بيهن تصير يعني شلون اللوفات قوية، فإذا أنا ما دبرتها باللوفات زين راح يفوز علي إيزي، فبهالسباق لازم أركز. فراح أفوز هذا البوس، وراح بكل فيديو راح أسوي لكم بوسين بحيث نخلص اللعبة كل البلاك ليست كلها يمكن بعشر فيديوهات إن شاء الله وحتى أقل. فنجرب ونشوف اليوم، يلا نبدو ياه. شباب اعتقد هنا منطينا الوقت مالته اللي هو ممكن يعني الارقام القياسيه مع هذا الشخص، فمنها سيعطينا معلومات عنه يعني هو شلون خلوه بالبلاك ليست. اكيد فد ضرب رقم معين، كسر رقم معين فخلوه بالبلاك ليست. فيلا تشالنج ريبيا. لا هذا ان شاء الله حسابه ان شاء الله. يا الله يلا شو وحدي، لا عبالي هذا يجي. ها اكون اكسر رقم قياسي، يلا اقدر اوصل اكسر رقم قياسي يلا اقدر. لا يجي ذاك ويا على كيف جون سينا. شايفين جون سينا الا اخر واحد يجي، هذا جون سينا. شوف واحد اخر واحد يجي هذا جون سينا. شلون بطنش؟ لا ايزي اعطي مجال اول شيء راح اطب العمود. طب العمود شو هذا؟ مش على الترابي، شو على التراب وايد سريع. لا هذا وايد تكسر عوامي. شنو اكو مهمة قبل ما لعبة سوني هسه جايت نفسه، يقول لي لازم تشرد من الشرطة، لازم تضرب سيارتي الشرطة وتشرد من عدو. المشكلة انا جربت ضربت 13 سيارة الشرطة، الموضوع صار كله صعب علي. تقريبا ضليت بالربع ساعة اشرد من عدهم حد ما فلتت، فالموضوع كان يعني فرحت من خلصته، ندمت ما سجلته. ما انا قلت يعني ما ادري اضيع وقت المتابعين بهاي الشغلات الجانبية، طلع لكم بس الشغلات اللي الهايلايتس او الشغلات المهمة او الشغلات اللي بين قصة، يعني داخل القصة اساسية. فاذا طلع كمان يجوز اذا صار بعد هيك شيء اسجله، واذا طلع حلو ابقيه، واذا ما طلع حلو امسحه. ما انا ما دحت بالالعاب زايد، يعني اللعبة واحدة اسوي لها 20 فيديو 30 فيديو. انا ودي لو انترنت قوي يعني ودي اللعبة واخلصها كلها خمس فيديوهات. اوه مسيطر شو يعني؟ خرب يوم اللي يحسد روحه. لا تحسب، لا كان تول ثاني تول. لا سوني طلع خطير، سوني هسه حيحرقنا حرق. سوني صير على طاري سوني، متحمسين بلاي ستيشن 5؟ انا عن نفسي لا. لا مو ما متحمس الصراحة، متحمس انه اشوف الجيل الجاي، بس مو مشكلة اللي الناس شوي ضوجوني، خاصة المجتمع العراقيين خاصة. شوف مواصفات هذا، ما حد سأل على شنو راح يقدم شغلات جديدة مثل ألعاب، خدمات جديدة، طريقة مثلا لعب مثلا كروس بلاتفورم راح يدعم كل الألعاب مثلا، هيش يعني ما حد. أوه إيزي هذا خفف، هو بعد فورمان هذا أنت سوي هاي السوالف مال دولة مال أنا آخر واحد. لا 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 ايش فيه؟ شو وايد يكسر؟ يلا هلا طب وياك على الرصيف، يلا شو تريد بعد؟ الفرة طويلة فهلا تشاقى وياه بالنهاية سبقه. هيك شو بالنهاية شاقى وياه بالنهاية اسبقه، بس اطخ لي بعمود هو يفوز علي. طبعا هاي وايد صار ساعة السباق، يعني انت شرط اللعب كله. طب خاصة العاب سيارات السباق مال كراش، اللي تقدر تاخذ بها ايتم يعطيك امكانية انك تفجر الاول او الثاني، تضرب لك واحد. يعني تخيل انت اول واحد على ساعة يجيك صاروخ يوقعك اخر واحد بالصيح. فالشيء مو بس احتراف، احتراف وحظ، بينما احنا العاب السباق مثل الواقعية تعتمد على الاحتراف اكثر. اكو شغلة عجبتني بهاي اللعبة، يخلون اسم الاغنية مثل من تشتغل. حتى واحد مرات انا يعني عجبتني واحدة راح ابحث عنها انزلها، بس المشكلة خابين كوبي رايت. لا زين مسيطر. يا اللي هاي عين ما انحسب على هاي الساعة، انا اللي الساعة قلت انها مسيطر انضربت. لا مسيطر حرفيا،
حرفيا وفكريا. هذا حرفيا سامحها كان جي تي اس اندرياس. جي تي اس اندرياس يابانية حلوة. اوه كلش قريب عني سوني ركز على الخريطة. لا صعب هذا صعب. شو بالبداية قدمت يوليا حتى يقول لك ترى والله انا على كيف اقول ترى انا شفني رجال فقير ويك شو بس هذا اول واحد مقامة هي صعب. اعتقد الموضوع يعتمد على السيارة. انا السيارة كش ما مطور هاني فهم اكيد مفكرين يعطيك هاي المهام على الاقل يقول لك لانه حيحصل فلوس وحيطور. اوه شوف شو قريب عليه شفت ايش قريب هاي وراه مبين حتى بس حرام عليك مو هاي الصورة يلا ف ايش قد ناخذ 4000 يلا 4000 زين فريس انت هنشوف شنو ان شاء الله عندك توست الاول دائما الاول اوه زين تقريبا اقل من الثاني بس زين كله زين اللي كمل هاي اللي هاي نايس يعني خاف يعني خاف يقول لي مره واحده حظ المبتدئين لا مو حظ هالمره شوف ضايق هو جاي قدام انا جيت متراحي ايه ايه انا سامعك ذيك المره انت تنتظرني مو انت بالبلاك ليست مو محترم طلعت دقه دقه اي دقه اتعورك هاي الطريقة شوف بيها اللي وراي ما جاي بهاي الطريقة افول وانا جاي سبحان الله كيف عفو عليك من هالدرجة مسيطر علي هذا شوف يصير حلو ما ندمت فيها هالمرة ايش عجب هي العاب السباق اعتقد عندهم هاي الشغلة اذا شافوك سريع هو يقول طريق مختصر لو واو واو مين راح يطلع واو مين راح يطلع لا بقى سبقني شوف قال طريق مختصر ما اندلع بالفرة الثانية اندلع سبل تايم شنو سبل تايم لا نطخ دور طريق مختصر هذا غش مو فايزة من قبل وما اخذ وقت فعندين هالمرة حروح الطريق المختصر ما زمينا بس راح اروح له لا 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 جاي مشي لا ترعى جزرة وسطية دبل طوابقت على هاي اعتقد لان مو عاد ما اعرف وهاي شجرة وهاي شجرة خرب شجرة طالعة اكو شجرة هيج بالحقيقة هاي الفرضة الاولى فهسه شنو ارجع اركز على اللي شي يسمونه هذا اللي الشورت كات مالتين خداع يلا عاد هي يطلع قدامي حتى اشوف الشورت كات حتى اخذه وياه يلا معادي منا على اليسار شايف هذا يقول لك اطلع قبل اطلع قبل قال لا اطلع يسار اطلع يسار منا جاي اوه من كلام ضيق جحبه بس يكون مو واحد مصفي يعني بس انا عادي ليش مرة بهذا المكان شو خوفهم شو خفف شفتوه من شافني عم السلام عليكم It's a good time لا لا شفتوا من شافوني بعيد رخى بعد ما التقنية بالالعاب السباق اذا شافوه كل السريع خلوه هو كل السريع لا شافوه كلش بطيء هم يبطئوه ساكو حد معين من السرعة ما يقلل ماكو هورن هاي ذي الخشب نحن يوم ما انا بدي اكون وياه سرعة 60 ايزي 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 هاي حلوة ما في مشهود شو جماعتنا المتسابقين ما يرقمون تدري ليش ما يرقمون حتى ما حد يكمشهم ويقول لك هاي السيارة بهيج رقم فلان درب الشردة اعتقد فلهذا السبب رقم سيارتك ايش قد التايم اوه هالمرة انا كاسرة لا سد الموبايل طبقه طبقه هذا الموبايل دفتري والله ايام الدفتري من يتذكر ايام الموبايلات الدفتريه والله كانت شكلها كول من يجيك واحد يسوي هيك ويخليه يا اخي تحسه ملك تحسه ملك اتذكر كان عندنا موبايلات هواي يعني 95 هذا كان سلايد كان سلايد تبع ما في مو بس هاي يفتح شنو هاي شو انفتح لي نيو ايتمز انلوك ان شنو هاي ايتم يعني افتح لي واحد بالحظ افتح حب الحظ لان انا حظي دائما حلو خاصة من اسجل get out of jail for free هاي مرات الشرطة حبستني انا مرتين حبستني الشرطة يطلبون من عندك فلوس هواي فهاي زين راح تطلعني بلاش
نفتح الثانيه نشوف وش هي. هم جيت اوت اوف بينك سليب تو بلاك ليست. اوه هذا منو؟ هذا بيع عليه فقير حبار. فينس كيليك كيليك فينس كيليك اسمه مو؟ شو اسمه هو؟ بايو ديش كريزي فول از ميجر هيت ستور بلاك ليست جيف هيم ذا نيم تاز. يعني النيك نيم مالته او الاسم الشائع او ما ادري شو يسموه اللقب تاز. He hates cops, of course, لأنه رايسر. They hate him. الشرطة تكره هو يكره الشرطة. ها لا هم زين كره من طرفين فيعني عادي يعني. يلا هسا وصلنا التاز. بإذن سوني وصلنا التاز. أعتقد إكس بوكس ما موجود ياهم. إيه ماسخة مو أدرى ماسخة. شو رقم 14 عشان رقم 14 حلو. أشوف ممكن النفس قبل. لان بصراحه ما نخلق انه عد السياره وهذا الشيء بس والله هذا ده بالفيديو اوريكم تعديل السياره ليه تعديل يشوف تعديل السياره يقول لي فسيارته ما شفتها جاي سولف انا ما ركزت على سيارته ما السياره مالته يقول لك انكمينج موبايل مسج ما حد بيقرا موبايلات مسج مال موبايل فيس كلها شيء يسمونه فيسبوك انستغرام تليجرام. ها شوف وصلنا لهذا تاز اقدر نفسي قبل ما اقدر نفسي قبل فحلعب راح اكمل الفيديو العب اذا صار شيء حلو ومميز اكمل اذا لا ادي سباقات. اوه مشكله يخلون الوقت اطول ايش الساعه 3 سباقات سوني 3 سباقات هاي 4 سباقات 6 سباقات هاي باول ايفنت فمشغله مطوله شباب لهذا السبب اقول لكم راح اطلع بس البوسز وراح اطلع احاول اطلع لكم الهايلايتس مالت السباقات. اوه يعني انتم واحد يفتر برا ويصور الباك ما مفتر ورجع وش صعب مو دول هذا عاد اشوف ريليت بس ما ادري شنو سيارتهم وسيارتهم ثلاثة ثنت الشابة طبعا ترابي حلوة حلوة نيون نيون تسمع الموسيقى قبل بال 2006 2007 2008 من نزلت هذه النغمات وايد كانت كلها تحب يو ذا نغمة 50 سنت وراب وامينيم هسه صار الناس يعني صعب تلقاهم متفقين على رأي معين هذا شيء حلو صاروا مو كل شيء يتبعون المودة هذا الشيء انا احبه نتحس انه صار اكو اراء اكثر من قبل مو صار وقت الانفتاح لان تدرون كان يعني الحكم دكتاتور بالعراق فصار انفتاح شو صعبة والله صراحة اعتقد حان الوقت انه اعدل سيارتي لان سرعتهم قوية بس اعتقد اول فرقان فزتها الاول شنت ما مركز فاتمنى انه هم اطلع اول لو شنو جو السباق انا بس هديت البنزين شوية حتى اكتر ما انردم شوف هذا شيء غلط السباقات الالعاب الحديثة ما سيارات السباق شي يسمونه الفارق بينك وبين اللاعب الثاني مو السيارة السريعة مو اهم شي سيارة سريعة الانحدارات اذا جبت الانحدارات زينة والبطناشات زينة فاذا انت افضل من عده يعني السيارة مو كل شي تصنع الفرق فهنا بهاي الالعاب لا اعتقد الالعاب القديمة لا السيارة تصنع فرق وهذا شي مو زين يعني حتى تموت الاحتراف تلقي الناس كلها تركب نفس السيارة هذا شي كل سيء طبعا اعتقد هاي منها شورت كات لان مين الشورت العالي هي باع شوف ما دام رونج سايد فعلقنا بشورت كات اي شفتوا اقول له شلون طلعنا بهالسرعة خلونا هذا اول وخلونا لحقه شوف الخطة بعد شنو ذول يطلعون بالمختصر تتفاجئ وقد تفاجئت ولم اعلم طلعوني كلهم فزت وان عبالي فزت اي بس هاي الطيارة ولا لا 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 حبابي لا 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 حبابي لا لا والله قلت سيارة الامبيون اسمها اكو شورت كات ثاني لا لا بعض واقفين يعني يدوني ينوني لا هاي مو خوش دقيق هسه انا افتهمت انه اكو شورت كات اثنين اكو شورت كات شو هاي سيارة بطلشت بالبداية اكو شورت كات في هذا البيت حق الشارع واكو بعد شغله بلعب سيارة السباق اعتقد هاي الشيء اللعبه مسويته او ما مسويته
اذا شافوك تخسر بالسباق واكثر من لعبه سوى هذا النظام، اذا شافوك تخسر بالسباق او بالمرحله او في شيء يسهلوها عليك شوي شوي. بس هذا الشيء مو انا هطلع الاول فرق عنهم ثاني بعدهم وسهلين، لا انا تحسنت. هي فكرتين يعني هم يسهلون وانت تتحسن. هذا الايقاع الخالي يخلي واحد واسطه تشتم مال ذا القاعات مال حديد. ايزي كان ذلك سهلا. Was it as easy as it looked? No sir. No, I'm sorry, it wasn't. كرتون الذكر قديم فما اتذكر اسمه. يتعاركون دائما نهاية العركة عندهم جملة كان ذلك سهلا. يتأذى يتفلش يبقى بعد يفوز عليه وهم يوقع آخر جملة كان ذلك سهلا يوقع. ليش؟ قول هذا الشيء صعب، اعترف انه انت بدعت وسويت شيء صعب. يلا هذا بعد السباقات طلع لعبي ثلاث سباقات يعني مو شرط اكمل هنكلين. انا حلعب لحد ما اشوف الاحصاء الجديد من عندي يعني كملت سباقات كملت هاي السوالف وهذا الشيء حلو. انا كنت اضوج مفكر انه اذا لازم اخلص المهام حتى سابقه ضجي اضوج يعني لازم اكون شويه تخطي جزاني يعني ما افوز بس البوسز. بس هي صراحة متعة سيارات السباق واللعبة مو بالبوسز بالعدد الكبير، يعني اذا تفوز واحد ما تحس راح مسوي انجاز. خاصة مثلا شايفين من مثلا تو في السباق شيء دائما يسوي الالعاب شيء غريب ما سيارات سباق. يخلون واحد دائما سريع والباقيين شوية ابطا. فانت دائما السباق تحسه كله وخر عني، تعجبني ايش بقت بي يعني. فتحس دائما روحك انت بس ويا هذا اللي تسابق بعد ما تفوز تنسى ذولاك ما سابقه بس هذا كان متسابق. اكو هذا الشيء اكتشفته بس ما اعرف شو يسوي اللي جي تي اي في ما اعرف مو كلش له داعي. بس انا باللوفات اللي الحاده واليوترن اللي 180 درجه اعتقد تحتاجهم. العب لك هذا اوه شوف هنا تحتاجه. لا والله لو ما دايس احسن. لا لا قولوا لي لا قريب والله قريب. لا 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 شباب اللعبه صدق بدات صعبة. هذا السباق ذاك اللي ما زين حتى مرتين وهذا السباق حتى مرتين. ان شاء الله افوز. شباب اعتقد البوس من تفوز عليه تاخذ سيارته لان هذا النظام متبع بعد المتسابقين بالشوارع الشوارعيه. فراح اشوف اروح للسيف هاوس واشوف بلكت يعني القى شو يسمونه القى السياره مالت سوني سيف هاوس اقدر اقول له بي سلكت كار. ايه سياره سوني موجوده شوفوا اسرع بالتوب سبيد اسرع الاكسلريشن يعني اضبط الهاندلنج اضبط. فلا ان شاء الله حفوز من هنا وجاي زين يعني. انا السياره ما مشتريها فزت وحصلتها باستحقاق فليش ما نجربها وشكلها حلو رسمي لها علامه السياره محموله ما اعرف اطورها. يقول لك سيل كار تقدر تبيع السياره سريعة بس ما اعرف انا ما جاي اسيطر عليها بس لو هي سريعة زايد لو انا بعدني ما مستوعبها وهي سريعة زايد. لا تشوفون ذيك الساعة ما كانت تصعد هاي الحالة ما تشطخ منها وبعدين اردد برد ما فيها شيء مو حلو خفيفة يعني قررت ما تظل تسحب وما يبقى انا خسرت. بس يعني اذا استمر على هاي السرعة ما السيارة وافتلمها ما اخذت الشورت كت لان ذيك الساعة طبت بي ما ارتاحت صراحة. بس هو مفيد لا بس سوي هاي السيارة واذا استخدمت الشركات اثنيناتين ما ردم ولا ردم اكيد افوز. انا على هالوضعية هسه اذا ما ردم اعتقد افوز اعتقد انا وصلت لهم ما ابقى شيء. بس المشكلة في الاوان فات الاوان. لا والله مو وقتك يا وقت اكو وقت غيرك هم عنده وقت لازم يجي بالوقت المناسب فيه. هاش بيو ياي خلي اغنى وياي عمدي شوف هذا قدامك. لا هم الثاني الطوم 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 بس على يعني حسيت روحي عن ردم
لا لا حباب لسه وشغله تعبان. حباب عبد الله كينجارو حتفوز لسه وشغله تعبان. فزت ايزي. كان ذلك سهلا شنو هذا؟ شورت كات. بس شورت كات سخيف هذا، ما بي ابو المتر. شورت كات ابو المتر لما رجع نسميه. وخر من يمي. هلا بالشرطة مع الشرطة. شفت ايه؟ مبيك مبيك الشرطة. صلوات استوهم شافون الشرطة. كونجراجيليشن عليكم، استوكم شفتوني؟ وخر من يمي. باع 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 باع. اكو واحد بعد يبني. جير ثالث. وخر من يمي. اوه شورت كات مو هذا، بس يلا عادي. انا ضال سابق. وخر من يمي. اوه ردمت. وما مزيها مدوم شرطة من لهيتهم. ايه بخليه ضال سريع قدامي عادي، ما تأثر علي. لا انت سامع. اعتقد ورا ما افوز هم لازم شي يسمونه. هم لازم مو بس انا افوز عليهم، لازم ورا ما افوز لازم اخلص من الشرطة. فهم راح احاول ما اردم بالشرطة. من ترد بالشرطة يقول لك اوه يعني مو انت. اوه ردم بالشرطة. بس زين صار مسابقهم، يعني على اول مرة العب السباق وسابقهم. زين خلونا قاعدين. زين بصفي، والاول في حياتي، والاول في السباق. من اول مرة طلعت اول. ايزي Do you love me؟ اوه مو قلت لك لازم اخلص من الشرطة؟ اوه الحالة اللي شنو تخلص من الشرطة ايزي. لا لا اسلا تردم، تعال لنا الحالة بالشرطة لو تردمه وكل شغلات تقدر تفجرهم علي. اعتقد اني القد علي ذني المثلثات اللي اقدر افجر اوقعهم علي. جا وقع السراجات الكبرى ما تقول له ايش مسوي. هو سباق ترى، يعني اغوى هذا الشيء. انا شايف جواك مقاعدات حق. اوه من ردمت تشتد علي. نحن حي امشي امشي. زين بعيد بعيد. شرطة ما فيها، شرطة ما فيها يمي. اي كول داون، هاي كول داون كل شنو. بس هاي الدوائر تخوفني. ها من امشي سريع الكول داون يصير اسرع. لا شو والله لا ما علاقة. ايزي جود جاب جايز، جود جاب. عاشت ايديكم على التشجيع. وخذت باونتي هماتين، وخذت ما ادري شنو الشرطة هماتين. شايف من واحد يجي يسوي واحد يسوي انجاز، وخذت هذا ما اعرف شنو، وخذت هذا ما اعرف شنو. حاول بعد خشب ما شنو. اربع قطعة. لا الباونتي استوى 5. لا 5000. يوه قلبت السيارة، قلبت ابو عفوني. شلون تحبسني وانت مقلوب يا عيني؟ قلبت اليوم السيارة. قلبك مقلوب سيارتك وياك. لا حد يحكي، لا حد يدافع لك. شوفوا شلون قلب السيارة شباب. او ترى تعال لا ما هي تطبوي. يبا تجينا من كارلان سبعة وترى الامتان راح تطبوي. لا لا ما صار. النفس قبل من الناس شو نقول له؟ نقول له شلون اشوف سيارتي؟ لا مو طريقة ذكر اشوف سيارتي بيها. بايا اي عطب عد بايا علم مالت
معلومات ولا هاي ريفيو كار ريفيو كار عد اوووو سيارة بالمرسيدس لكزس اخ شنو هذا ابو علوين ذهبي جمجمة اخ شنو هذا شي سبقه اوه القلو راح من نفوسه اخذ هاي شافوه بدي باع صنصات باع صنصات شكلها خرافي هاي لا وصل عجبتني فد شي باع شباج شكلها ملكي يلا والله حمسني على هذا السباق حمسني طبلة عمه طبلة فاعتقد اشوف شرطة بهذا السباق ان شاء الله ما اشوف شرطة اشوفوه دائما انطلاقة اقوى هذا السباق هم طلعني من انطلاقة بس العبرة مو بالبداية العبرة امزيان ما ادري ذكاء 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 يا ذكاء شفت تعودت على السيارة اول ما سقتها وكانت وايد تردد فليش زهر راح اسوقها واعتقد انها مرتين راح يعني ما عاد مو قبل يعني راح اعترفها لا 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 تبطنش لا تبطنشني لا تبطنش لك سرت الخيزرانة لك سرت الخيزرانة لو كبرات على الخيزرانة عيد عيد لو كبرات على الخيزرانة ثلاثة وست شهور شو سريع هالمرة بس راح نديك شو مرة كان العرب ما راح يعطيه مجال قلت افا خليه يفوز السباق السباق الثاني يفوز عليه حتى يقولون انه هذا ما دي سبق ويا ما زعطل بعدين لك هذا شو طلع سريع بس هو ام جاي بدا ينافس لو لو وخر وخر من يمين ما خليك ما خليك ما خليك ما خليك ما ما يصير من وراي حتى ردنا يعني شلون تسبقني وانا الجير الرابع احترم الجير الخامس اللي احنا بيه بيم سان وار يو فاين ذي اوه ابو لكزي ابو لكزي حين ردك اوه يمكن هذا الشرط كانت بس تعبان بس عادي طلعت من عنده بامتياز امتياز لا ولد ما له داعي ما له داعي ما له داعي ما له داعي هو مرة ما اعتقد لان ليش ما سبقني الياس اي اي ما خليك ما خليك عض سنونك عض سنونك ما خليك خلاص مش قام يدفع لا تدفع قاعدة فيها اوه بحسبة لا شعره ايزي جايز ايزي هسه فزنا على منو فزنا على تاز ورا تاز منو فزنا على اول شي على سوني وبعدين فزنا على تاز روح خلوه على وجهه دفيده هسه اعطوني سيارته ما يدري اشوف شهر ثاني هاي بشوف السويتش اعطوني السويتش كونتينيو كونجراتيوليشن يو كان ناو شني في بس تسميعات اوه هذا مبين عليه فد واحد عنيف فيك اسمه فيكتور تويوتا سوبرا لك هذا سوبرا انا اخوي موت على السوبرا فاليوم فزنا بوسين اللي هو سوني وتاز طبعا تاز راح اخذ من عند الدكس هسه انا فزت بس لسه ما اعطاني السويتش ما ادري شو هاي الشهره انت راح تجي قريب انا حافوز عليك انت وبعدك بس انا اشوف الدكسز اعطوني الدكسز وانا شخطوه تاز شخطوه انا نوصل لفيكتور هاي فيكتور هم يلعب حديد العب عضلات العب عضلات عود اللي يعني هو شارد من السجن العب هاي مو علي هاي السوالف هاي السوالف مو علي بالفيديو الجاي راح اسبقك انت والوراك عش تنروح اخلعك Ready to go. You're in. I want to show you something. I hooked you up with access to the police database. You've been building a rap sheet with the cops. The more heat you bring down on yourself, the more hype and bounty come your way. So make sure you keep track of your rap sheet. Well, what do we got here?
nothing you're ever gonna get. You're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? Mia, I don't know what your game is, but I'm gonna find out. You can't ride this sucker's hype forever. And when he burns out, no more free rides. I know you like it. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. شباب شفت شلون سدت الجامب بوجهه؟ الله ريحتيني ريحتيني. ايده لا اعطوني الليكزز، انا اليوم ما نام اذا ما اخذ الليكزز. والله حرفيا ما نام اذا ما اخذ الليكزز. ما ادري بعد ما ادري شوف شكليش، عم اعطوني الليكزز. اعطوني الليكزز. يلا وين الليكزز؟ ورا ما سيفت الليكزز شباب، نروح ناخذ ايش ناخذ؟ ناخذ كاس الليكز. اشتريها بفلوسي، لا خوف اطلع عليكم، اشتريها بفلوسي، اجمع واشتريها. فشباب اتمنى عجبكم الفيديو، اذا حبيتوا تشوفون بعد حلقات اتمنى تدعموني بلايك وتعليق حلو من ذوق مثلكم واشتراك، لان هواي حيفيدني هاي السوالف وحيدعمني. شكرا لكم وشكرا لوقتكم، واتمنى استمتعتوا واستفاديتوا. مع السلامة. تنا دانك سهلن